بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن في القسم السابع وهو أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. يمي كتبتين جيتنشي بولوغو جروك أعمال داره. نعم، أعمال القلوب منها الخوف. جروكتون أعمال داردان برينشي بول قرقو. الأصل أننا نخاف من الله ولا نقدم خوف أحد على الخوف من الله. نيجزنن بيز Allah'tan özünden korkuyoruz. Cana Allah'tan Allah'tan biz korkunuzdan anın aldın andan daha gövrük biz hiç kimden korkmuyoruz. Naam. El khauf huwa ibada. La bud an tusraf lillah, ma tusraf li gayrillah. Cana korku bu özünü neyse ibadat bulut. Bunu degen yalnız Allah karnayız, Allah'tan başka hiç kimden arnağan bulmuyor. Khauf ibada ve ta'zim ve sir. عبادة قلنا وتعظيم لأنك تعظم الله ولهذا تخاف من الله سبحانه وتعالى. يمي بلغنداي بلغن قرقو عبادت بلبرش عيت قيبادت تدك أنا بلغنداي قرقو بلدين أز بير جاشرون بير قرقو أز قشو أنا بلدين قرقو دين بل تعظيم منن بير تعظيم منن قشط لغن قرقو والسر الله خلق نورمات تو تعظيم منن والسر الآن تكون مثلا وحدك لا يراك أحد أنت تقدم خوفك من الله سبحانه وتعالى. نعم. أنا بجاشرون أز قشو قرقو دين ما ينسخنداي Sen ana Allah'tan korkuyorsun. Seni misal yalnız bolsun dağı. Şunda sen hiç görmeyi tursa dağı. Sen özünçe olsun yalnız Allah'tan korkup durasın. Sen yani şunda korkun ben hiç kimden korkuyorsun. Ve kul men qaddam khawfahu min şey ala khawfihi min Allah khawfahu Allah bih. Yani kanu yuqaddimun khawfahum min el cin ala khawfihim min Allah. ماذا صنع الجن بهم؟ زادوهم رهقا، زادوهم خوفا. نعم. وشلون قايس بير ادم، اجر Allah'tan korkunan başka bir nesenden korkusun. Allah'tan korkusan aldın koy koygan bolsa oşol nersesi menen oşo korkun nersesi menen Allah Taala anı korkutup koyot. Misalı şunday bolgan misalı birö degen şaytandan jinlerden korkup atat. Anan al korkkondugu Allah'tan da korkkondan da katuraq anı aldına koyot atat. Aldına koyot. Ne bolot? Allah bizi kergen deme ayatta kergen meret alarga kayra korkunu güçötöt degen al nerse. Naam. وكل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به نسأل الله عافية السلامة. وشون اللي سيأخذ قيمة جردة بير نرسيك أولغن سيوسن الله خالغن سيوسن عالدن قيقن بوسو إني وقت أوشول سيوغن نرسي بس أرقلو الله تعالى عذب تبقيت قارون قدم محبة المال على محبة الله عذب بماله. مثال قارون قارون دكان المال ملكت بايلقت سيوغن دكان الله خالغن سيوسن عالدن قيقن جنا وشول مال ملك من بايلغ من عذاب طلقنا فرعون قدم محبة السلطان على محبة الله سبحانه وتعالى عذب بسلطانه وشون دلها فرعون إيه فرعون ني oldu بول دكان نوزن وشو بيلكتي إيه بادشالك تسوي عند دكان الله قال قن سوي استن عالدن قب قيدو جنا وشو بيلك من ني وال عذاب طلده الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام جنا قرقو بول نوزن يوتش ترجع بلنت خوف واجب هذا لله محبة وتعظيم وسر صرف لغير الله شرك أكبر. إيه بارس بولغون قرقو من أوزا أوشلايت كندا بير جاشرون بير أزكوتش قرقو بول إبادة بولغون بير من رد تازي من أكوش تولغون فورمات تو من أكوش تولغون سر بول دكان إبادة منو جالس الله خالي أرناش كريك. خوف الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه الإنسان يخاف من اللصوص من قطع الطريق من النار من الأسد مثلا. İkinci korkunun türü bul degen tabiqi korku. Tabiqi bul jönökö korku. Misalı bul tura bul mындай korku менен адам korksa эч айыпталбайт. Эч айыпталбайт. Misalı адам бир каракчылардан korksa, бир уурулардан korksa, бир misalı оттон korksa же бир жолборсон korksa. عندنا خوف الثالث محرم. Жана үчүнчү коркунун түрү бар, арам болгон түрү коркуу. مثلا قال طاعة المخلوق في معصية الخالق يعني والد هذا يقول لا تصلي فلا يطيع في هذا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق قلت أنا خلاص تيرين ده إني الله قال جنوا والغن يشتر ده جرات الغن قا باش يلبي تيجين سياق ده مثال بيرون عتة ناس قر كتب سقى نماز قوة ده وتد أنا وشون قر قنا من يلاش كده أنا قر قب على رغ باش يلبي باش يسا أرام ده ما حكم الخوف من الجن يعني جندن جن شايتردن قر قنا من يكمل غنداي نعم نسأله إذا تخاف من الجن ماذا تصنع؟ إجرد عيتوس سن إجرد جنة قرقم وسنجنا من يغلسن. قال أنه يذبح لهم ويستعيذ بهم. عيتات من أن قرقم ديت من الله رقد جن دعاء من خير الله من ديت الله رقد أرنا قرمانك مال سويا من ديت.
إذن هذا شرك أكبر. أنا أيتها وزوجها قرقونم بول شرك شون شرك. تمام. وقلنا له تخاف من الجن؟ قال نعم. ماذا تصنع؟ قال أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أقرأ آية الكرسي. نقول هذا خوف طبيعي بل أدى إلى التوحيد، إلى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. أبروك أيتها سن قرقون جن قرقون قرقون تاسنسه هو ديت. أبروك سن إمني خلاصن ديت أيتها من ده جن وشو قرقون سببته من جناقة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تين دعاء أيتام. Аллахқа жалбарып мен қайрыламын. Аллахқа ошо жиннен сақтасын деп Аллахқа жалбарамын, сұраймын десе неке? Бұл деген бұл рұқсат береді. Ал емес, бұл ошо қорқынды не болды? Аны таухидке Аллахтың жалғыздығына алып келді.